تحدثنا في الفيديو السابق عن مطامع فرنسا لاحتلال مصر منذ قديم الأزل بهدف تحقيق أهداف استراتيجية هامة للإمبراطورية الفرنسية، بالإضافة إلى تقارير السفراء والمسؤولين الفرنسيين بضرورة بدء الحملة وبداية التفكير والتخطيط لغزو مصر، وتكليف نابليون بونابرت بتولي قيادة الحملة وإجراء كافة التجهيزات والاستعدادات للانطلاق نحو الشرق الأوسط ودخول الحملة مدينة الإسكندرية وبداية الغزو الفرنسي، بالإضافة إلى سياسة نابليون في مصر، مروراً بتأثير الحملة الفرنسية على الثقافة المصرية. سنستكمل الحديث عن أهم معارك الحملة الفرنسية على مصر، بالإضافة إلى الانتفاضات والمقاومات المصرية واغتيال كليبر، مروراً بانتهاء الحملة الفرنسية عام 1801 بعد مرور 3 سنوات من الغزو الفرنسي بعد هزيمتهم وانسحابهم، وأخيراً نتائج تلك الحملة التي على الدولة المصرية. لمعرفة المزيد عن تلك الأحداث ابقوا معنا حتى النهاية، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. خلال الحملة الفرنسية في مصر التي استمرت لنحو 3 سنوات، شهد الشعب المصري مواجهات مع قوات نابليون، وشهدت البلاد عدة احتجاجات ومعارك منذ وصول القوات الفرنسية وحتى انسحابها. وعلى الرغم من محاولة الفرنسيين خداع المصريين والتقرب منهم وإظهار الاحترام لعقائدهم وعاداتهم، إلا أن الواقع كان مغايراً تماماً، فقد انتهج الفرنسيون سياسة نهب وسرقة للثروات والممتلكات المصرية، ولم يتوانوا في ارتكاب جرائم قتل بحق الأفراد، كما رفض الشعب المصري التعاون مع القوات الفرنسية وبادلها بالمقاومة. وبدأت الحملة الفرنسية بطموحات استراتيجية كبيرة للإمبراطورية الفرنسية، حيث كانت تهدف إلى جعل مصر قاعدة لهم في الشرق. ولكن مع تقدم الحملة تحولت التطلعات الاستراتيجية إلى معركة شرسة مع القوى البريطانية المنافسة. ورغم تحقيق الفرنسيين بعض الانتصارات العسكرية البسيطة مثل استيلائهم على مدينة الإسكندرية ومشاركتهم في معركة الأهرامات ضد المماليك، إلا أن الحملة تحولت إلى فشل تام بسبب غرق الأسطول الفرنسي في معركة بحرية في أبي قير بقيادة الأدميرال نيلسون. وهذا الحدث أحدث صدمة كبيرة للقوات الفرنسية وأدى إلى توقف توسعها في البلاد. وفي عام 1799 غادر الجنرال بونابرت مصر متجها إلى فرنسا وهربا من البحرية الإنجليزية، وترك وراءه جنوده الذين اضطروا للاستسلام بنهاية المطاف في 31 من أغسطس عام 1801. من أهم معارك الحملة الفرنسية على مصر معركة شبراخيت. ففي 13 من يوليو عام 1798 اندلعت معركة شبراخيت بين القوات الفرنسية بقيادة الجنرال نابليون بونابرت والقوات المصرية بقيادة قائد المماليك مراد بيك. وشهدت المعركة اشتباكات عنيفة استمرت ل3 ساعات وانتهت بانتصار القوات الفرنسية وهزيمة الجيش المصري، حيث قتل حوالي 12,000 جندي مصري وأسر آلاف آخرين. وبعد هذه الهزيمة تقدمت قوات نابليون نحو القاهرة، واضطر مراد بيك قائد المماليك إلى التقهقر صوب القاهرة بعد أن تصدى لهم بشجاعة وتصميم. ورغم المعاناة الكبيرة التي واجهها الجيش الفرنسي في هذه المعركة، فإنه استطاع الانتصار بفضل الجهل الذي كان يعاني منه الجيش المصري بالقدرات العسكرية الفرنسية المتقدمة. وفي منطقة إمبابة شمالي محافظة الجيزة، خاض الجيش الفرنسي والجيش المملوكي معركة عنيفة في يوم 21 من يوليو عام 1798، والتي أصبحت معروفة باسم معركة الأهرامات نظرا لمدى امتدادها من إمبابة حتى منطقة الأهرامات. وانتهت المعركة بفوز ساحق للفرنسيين، حيث قتل حوالي 1500 مملوك، ولقى العديد منهم حتفهم غرقا في نهر النيل أثناء هروبهم، بينما قتل 70 جنديا فرنسيا. وبعد الهزيمة انقسم الجيش المملوكي إلى قسمين، حيث انسحب قسم إلى منطقة الصعيد تحت قيادة مراد بيك،
بينما انسحب القسم الآخر إلى الشام بقيادة إبراهيم بيك والوالي إبراهيم باي. وفي 22 من يوليو عام 1798 أرسلت السلطات التركية في القاهرة مفاتيح المدينة إلى نابليون بونابرت، مما يعني الاستسلام، وفي اليوم التالي دخل نابليون القاهرة دون مقاومة تذكر. ومن ضمن المعارك الهامة أيضا معركة أبي قير النيل. في الأول من أغسطس عام 1798 شهدت المياه الزرقاء للبحر المتوسط معركة حاسمة بين الأسطول الفرنسي والأسطول الإنجليزي، والتي أدت إلى تحطم الأسطول الفرنسي وتكبده خسائر فادحة، مما أدى في نهاية المطاف إلى تأكيد سيطرة الأسطول الإنجليزي على المياه البحرية. تميزت المعركة بحصار شديد من قبل الأسطول الإنجليزي على الشواطئ المصرية المطلة على البحر المتوسط بهدف منع وصول أي إمدادات عسكرية أو عتاد إلى الجيش الفرنسي في مصر. وهذا الحصار الناجح أجبر الفرنسيين في مصر على الاعتماد بشكل أساسي على موارد وإمكانيات مصر الداخلية في تلبية احتياجاتهم وتدبير شؤونهم. وتعتبر هذه المعركة من الفصول الهامة في تاريخ الحروب البحرية، حيث كانت تلك الفترة من أهم الفترات التي شهدت تنافساً حاداً بين القوى العظمى على السيطرة على البحار والمحيطات. معركة الجمالية. في سبتمبر عام 1798 كانت بلاد البحر الصغير تحت الاهتمام الفرنسي، ويقصد ببلاد البحر الصغير هي المنطقة الساحلية في مصر التي تمتد من دمياط إلى الإسكندرية على طول البحر الأبيض المتوسط. وكانت هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة، وكانت تلك المنطقة محط اهتمام بالنسبة لنابليون الذي كان يسعى إلى تأمين طرق المواصلات بين دمياط والمنصورة، وهذا لضمان سيطرته على حدود مصر الشرقية. وبدأت الحملة بقيادة الجنرال داماس بمدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، ولكن السفن الفرنسية واجهت صعوبات في المياه الضحلة بالبحر الصغير، مما استغله أهالي الجمالية لشن هجوم عليها. وفي تلك اللحظة المفاجئة قام الأهالي بمهاجمة السفن بوابل من الحجارة من أعلى السور، مما دفع الفرنسيين للنزول من السفن والتصدي لهم. وعلى الرغم من محاولاتهم اليائسة لصد الهجوم، إلا أن الفرنسيين اضطروا إلى الانسحاب وتركوا المدينة خلفهم محترقة وسط جثث قتلاهم. انتفاضة القاهرة الأولى. في 21 من أكتوبر عام 1798 ثار الشعب المصري على الجيش الفرنسي بسبب عدة أسباب، ومن بين هذه الأسباب كان فرض الفرنسيين ضرائب عالية وباهظة على المصريين لتأمين المؤن والأموال للجيش، وذلك بعد تحطل الأسطول البحري الفرنسي وانقطاع الإمداد عنه. كما قام الجيش الفرنسي بأعمال تدمير للجوامع والمآذن، واعتدى على الحريات العامة، وقتل حاكم الإسكندرية بتهمة معارضته لفرنسا. وهذه الأفعال دفعت المصريين إلى الانتفاض في حشد كبير حول جامع الأزهر، وانضم إلى هذه الحشود المشايخ والعلماء والأئمة، وسرعان ما انتشرت الانتفاضة لتشمل أحياء القاهرة بأكملها. وشهدت المواجهات بين الثوار والجنود الفرنسيين تصاعدا عاليا، وتمكن الثوار من قتل عدد من الجنود الفرنسيين خلال الاشتباكات. وفي 22 من أكتوبر عام 1798 توافد سكان الريف على مدينة القاهرة، واندلعت معارك عنيفة مع الجيش الفرنسي. وخلال هذه المعارك قتل رئيس أركان الجيش الفرنسي، وبدأت المدفعية الفرنسية في قصف المدينة والثوار والجامع الأزهر وال أحياء المجاورة له. وقدر عدد القتلى من أهالي مصر في هذه المعارك بأكثر من 4000 شخص. وهذه الخسائر الكبيرة دفعت مشايخ الأزهر إلى طلب الهدنة، ووافق نابليون على الهدنة، وتم الاتفاق على إلقاء السلاح ورفع المتاريس. ومع ذلك فإن نابليون انقلب على الثوار بعد الاتفاق على الهدنة، ودخلت قواته الجامع الأزهر وأحدثت فيه دمارا وفسادا، كما أمر بإعدام عدد من الثوار والعلماء وقطع رؤوس بعضهم. معركة سمهود. في طهطا إحدى قرى مركز جرجا بمحافظة سوهاج جنوبي مصر، وقعت إحدى المعارك التي أسفرت عن هزيمة مراد بيك وجيشه.
ولكنه على الرغم من هذه الهزيمة لم يفقد الأمل في اللقاء بالفرنسيين في معركة أخرى يحقق فيها النصر، خاصة عندما علم بمجيء قوات من الحجاز وعرب جدة وينبع لمساندة إخوانهم المصريين في حربهم ضد الاحتلال الفرنسي. وقاد هؤلاء المجتمعون من البحر الأحمر مرورا بالقصير حتى وصولهم إلى قنا، وبعد ذلك انضم إليهم أعداد غفيرة من أهالي الصعيد الثائرين من الشلالات جنوب أسوان حتى جرجة. وبذلك تكون قوات مراد بيك مكونة من 2000 من المماليك و7000 من الفرسان المصريين و3000 من المشاة المصريين، بالإضافة إلى 2000 من عرب جدة وينبع، وبذلك أصبح قوام الجيش ما يقارب 14000 مقاتل. وفي المقابل كان الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال دوزي مكونا من 5000 مقاتل من المشاة والفرسان ومزود ب14 مدفعا وعبارة بحرية في النيل. وشهدت معركة سمهود التي وقعت في إحدى قرى مركز أبو تشت شمالي محافظة قنا انتصار الفرنسيين، مما أتاح لهم الاستمرار في التقدم مباشرة نحو أسوان من الجانب الغربي لنهر النيل. في 10 أبريل عام 1799 وقعت معركة جهينة جنوب مصر، حيث شهدت تصاعدا للتوترات بين الحملة الفرنسية والسكان المحليين، وهاجمت الحملة الفرنسية عدة مدن وقرى في محافظة سوهاج، ومن بين هذه المدن كانت جهينة التي شهدت مواجهات عنيفة بين الفرنسيين وأهالي القرية. واستمات أهالي جهينة في الدفاع عن بيوتهم ومناطقهم وتحدوا الفرنسيين بكل شجاعة، وتصاعدت حدة المعركة وانتقلت الأنباء عن نجاح السكان المحليين في صد هجوم الفرنسيين وإلحاق خسائر فادحة بهم. وفي نهاية المعركة تمكن أهالي جهينة من قتل وطرد الفرنسيين وهرب ما تبقى منهم. وهذا الانتصار الباسل أجبر الحملة الفرنسية كاملة على التراجع من جميع مدن وقرى محافظة سوهاج، وأعاد الأمل والحماس للمصريين في المنطقة بأنهم قادرون على صد أي تهديد يعترض طريقهم. معركة بني عدي. في 18 أبريل عام 1799 اندلعت ثورة في قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط جنوب مصر بقيادة الشيخ حسن الخطيب. واندلعت تلك الثورة استجابة لتهديد القوات الفرنسية التي حاولت الاستيلاء على القرية. وتجمع أكثر من 3000 من الأهالي و300 من المماليك لمواجهة الجيش الفرنسي الذي كان بقيادة الجنرال دافو. وعند وصول الفرنسيين إلى بني عدي وجدوا الأهالي جميعا مسلحين وجاهزين للدفاع عن قريتهم، وتصاعدت حدة المعركة وتصدى الأهالي بشجاعة لهجمات الفرنسيين ورفضوا الاستسلام بسهولة. وبعد فشل الفرنسيين في السيطرة على القرية بالقوة قاموا بحرق بني عدي وتدميرها بالكامل، مما دفع الفرنسيين إلى دخولها بعد أن أصبحت خرابا رمادا، وقاموا بنهب الأموال والممتلكات التي وجدوها. ومن جانب آخر شهدت مناطق أخرى في الصعيد معارك قصيرة مثل قنا وقفط وأبو مناع وأبنود، حيث واجه الأهالي الفرنسيين بكل قوة وشراسة في محاولة لصد هجماتهم والدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم. معركة أبو قير البرية. معركة أبو قير البرية وقعت في أبي قير شرق الإسكندرية، وذلك في 25 يوليو عام 1799 بين القوى العثمانية بقيادة حسين سيد مصطفى باشا والجيش الفرنسي في مصر بقيادة نابليون بونابرت. وانتهت المعركة بهزيمة الأتراك العثمانيين وجرح قائدهم. ووقعت هذه المعركة بعد عودة الجيش الفرنسي من حملته في سوريا بمدة قصيرة. وشهدت المعركة انتصارا للفرنسيين وهزيمة كبيرة للعثمانيين، حيث قتل منهم حوالي 2000 جندي وغرق نحو 4000 رجل، كما تم أسر عدد كبير منهم. وهذه الهزيمة ساهمت في تعزيز سيطرة الفرنسيين على المنطقة وزادت من تأثيرهم في المنطقة بأسرها. انتفاضة القاهرة الثانية.
في 23 من أغسطس عام 1799 لجأ نابليون بونابرت إلى الهروب السري إلى فرنسا، وذلك وقت الثورة الفرنسية لقيادة بلاده، تاركا قيادة الحملة في مصر للجنرال جان كليبر الذي لم يكن يرغب في الاستمرار في مصر بعد رحيل نابليون، وذلك بسبب سوء الأحوال الاقتصادية وانخفاض الروح المعنوية لجنود الحملة ومحاصرة الإنجليز لشواطئ مصر الشمالية، وكذلك كثرة ثورات المصريين ضد الحملة وتحالف إنجلترا ودولة الخلافة العثمانية ضد فرنسا وتصاعد الضغوط على الحملة الفرنسية. وتركزت جهود كليبر على مواجهة العثمانيين، ولكن هذه الفترة شهدت انتفاضة المصريين ضد الاحتلال الفرنسي، حيث أعلنوا ثورتهم داخل القاهرة في 20 من مارس عام 1800، وانضم إلى صفوف الثوار العلماء والتجار والأئمة والأعيان. وعلى الرغم من ذلك نجح كليبر في قمع قوات العثمانيين وحاصر القاهرة، حيث قصف المدينة بالمدفعية، وانتهت المعركة باتفاق هدنة في 21 من إبريل عام 1800. وشملت بنود الهدنة خروج العثمانيين وعساكرهم من مصر، وكذلك جزء من المماليك والعديد من سكان مصر، وتم فرض غرامة ضخمة على الشعب المصري كجزء من الاتفاق، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وفي يوم السبت الموافق 14 من يونيو عام 1800، وأثناء سير الجنرال جان كليبر بصحبة المهندس المعماري المسيو بروتان والذي كان عضوا في لجنة العلوم والفنون، تعرضوا لهجوم من قبل رجل مسلح بالخنجر، حيث قام بطعن الجنرال كليبر بأربع طعنات، إحداهما كانت قاتلة ونفذت إلى قلب الجنرال. وبعد مرور ساعة فقط من ارتكاب هذه الجريمة تم القبض على الجاني، والذي تبين أنه يدعى سليمان الحلبي، وهو طالب من سوريا كان يدرس في الأزهر الشريف، وتمت إدانته وأصدر الحكم بحرق يده كعقوبة، وتلاها إعدامه عن طريقة التعليق على خشبة الخازوق، وتركت جثته لتتعفن كعقوبة إضافية. بالإضافة إلى سليمان الحلبي تم إعدام أربعة من شركائه بقطع رؤوسهم وإحراق جثثهم بعد إعدامهم. وفي الفترة التي تلت عودة نابليون بونابرت إلى فرنسا تم تكثيف الحملات العسكرية ضد القوات الفرنسية في مصر، حيث قامت القوات الإنجليزية والعثمانية بحصار القاهرة وقطع المؤن والذخائر عنها، مما أضعف الوضع الفرنسي هناك ودفعهم لإجراء مفاوضات في 27 من يونيو عام 1801، وتم توقيع اتفاق جلائهم من القاهرة. وبعد ذلك وفي 13 من يوليو عام 1801 خرجت الحملة الفرنسية من القاهرة متجهة إلى الإسكندرية، وهناك حاصر الجيش الإنجليزي الإسكندرية وقطع عنها المؤن، مما أضعف الوضع الفرنسي أكثر فأكثر. وفي نهاية المطاف اضطر الفرنسيون إلى الدخول في مفاوضات جديدة، وتم توقيع قرار جلائهم يوم 31 من أغسطس عام 1801، وبموجبه كان على الفرنسيين مغادرة المدينة بعد 10 أيام من توقيع القرار، وتم بذلك إنهاء الحملة الفرنسية في مصر، وقد انتهت بشكل نهائي بمغادرتهم البلاد. وكان هذا الخروج نتيجة لتفاقم الأوضاع السياسية والعسكرية التي تعرضت لها الحملة، حيث بدأت الظروف تتدهور مع تصاعد الصراع مع القوات البريطانية وتزايد الثورات الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي، بالإضافة إلى التحالف الإنجليزي العثماني الذي أضعف موقف الفرنسيين في المنطقة. ومع تراجع الدعم الخارجي وتأزم الأوضاع الداخلية اضطرت الحملة الفرنسية إلى الانسحاب، وغادرت الحملة من مصر وقادها الجنرال جاك فرانسوا مينو، معلنة نهاية فترة الحكم الفرنسي في مصر التي استمرت لمدة 3 سنوات. حملة نابليون على مصر كان لها تأثير كبير على المجتمع المصري وعلى العلاقات بين مصر وأوروبا، إلى جانب الأحداث العسكرية والسياسية. وساهمت الحملة في نقل بعض الفكر والتكنولوجيا الأوروبية إلى مصر، وفتح الباب أمام تفاعل ثقافي بين البلدين. كما أسهمت الحملة في تعريف المصريين بالتقنيات العسكرية والعلمية الأوروبية، مما ساعد في تحفيز اهتمامهم بالتعليم والعلوم.
كما أسهمت في إنشاء مجمع علمي في مصر عام 1798 لتبادل المعرفة والأفكار بين العلماء المصريين والأوروبيين، وتم إدخال أول مطبعة للمنطقة العربية، والتي تمثلت في إعادة تقديم البيانات والمنشورات بطريقة جديدة ومبتكرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العثور على حجر رشيد كان من أهم الاكتشافات الأثرية التي جرت خلال الحملة، وفك رموز هذا الحجر واكتشاف أسراره ساهم في إضافة معلومات جديدة لتاريخ مصر الفرعوني وفتح نوافذ جديدة على تاريخ هذه الحضارة العريقة. والحصار الذي فرض على السواحل المصرية خلال الحملة الفرنسية أثر بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث قامت الحملة بفرض حصار على الموانئ والسواحل المصرية، مما أدى إلى قلة إمدادات السوق المحلية بالسلع الضرورية. ولتعويض هذا النقص، قام المسؤولون باتخاذ إجراءات لتأمين المؤن والحاجات الأساسية للسكان من السوق المحلية والمناطق الريفية المحيطة. وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت الحملة في إضعاف النظام الإقطاعي في مصر، فقد تم إخراج المماليك من مصر ومصادرة أراضيهم، وهذا الإجراء أدى إلى تغييرات هامة في توزيع الأراضي في المجتمع المصري. وعلاوة على ذلك، حاول نابليون بونابرت إنعاش التجارة الخارجية لمصر من خلال مشروع حفر قناة السويس، ورغم أنه عدل عن هذه الفكرة فيما بعد بسبب تحفظ العلماء بشأن تفاوت مستوى المياه بين البحرين، إلا أن الحملة أظهرت أهمية موقع مصر الاستراتيجي ودورها الحيوي في التجارة الدولية، وهو ما لفت انتباه العالم إلى أهمية طريق مصر في ربط قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا. وأسفرت الحملة عن نتائج سياسية حاسمة وتغييرات جذرية في المنطقة، حيث تمكنت الحملة من إحباط مطامع فرنسا في السيطرة على مصر والشرق الأوسط، مما أتاح للأتراك والبريطانيين الفرصة للتصدي للتوسع الفرنسي. كما أدت الحملة إلى تدمير الأسطول البحري الفرنسي، مما زاد من قدرة الأتراك والبريطانيين على السيطرة على المياه الإقليمية. وبالإضافة إلى ذلك، لفتت انتباه العالم إلى الأهمية الاستراتيجية لمصر ومكانتها الحيوية في الشرق الأوسط. وأخيراً، أسفرت الحملة عن اتفاق بين السلطان سليم الأول ونابليون بونابرت في أكتوبر عام 1802 بهدف تحقيق السلام وتطوير العلاقات بين مصر وفرنسا. وفي الختام، وبالنظر إلى تأثير الحملة الفرنسية على مصر والشرق الأوسط، نجد أنها كانت أكثر من مجرد صراع عسكري، بل كانت نقطة تحول في تاريخ المنطقة. فقد شكلت الحملة بداية فترة من التغييرات السياسية والاقتصادية والثقافية التي أثرت على مصر والشرق الأوسط بشكل عام. وفشلت الحملة في تحقيق أهدافها السياسية بسبب النضال الشعبي الذي اندلع ضد الاحتلال الفرنسي، وكان هذا النضال رمزاً للصمود والعزيمة، حيث تحدى الشعب المصري القمع والظلم وواجه القوات الفرنسية بكل شجاعة وبسالة، مما أسفر في النهاية عن انسحاب القوات الفرنسية من كافة الأراضي المصرية. وبقيت تلك الفترة علامة فارقة في تاريخ مصر، تذكرنا بقوة الإرادة الشعبية وقدرتها على تحقيق التحرير والنصر. وإلى هنا وصلنا لنهاية رحلتنا المشوقة في أحداث الحملة الفرنسية على مصر. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالرحلة معنا، ونحن دائما هنا لنشارككم أحداثا مثيرة وتاريخا غنيا. لا تنسوا دعمنا عبر الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.